هنشوف الأول تعليقات كريم جاهين اللي هي دائما مثيرة، وبعد كده نشوف دكتور وسيم يوسف وهو بيشرح آية واضربوهن، وبيقول إن المرأة ليست دابة عشان تتضرب، وأيضا هنشوف معجزة للسيدة العذراء مريم في آخر الفيديو. الحلقة دي ممتعة ومليانة وفيها أخبار كتير. تعالوا نبتدي مع كريم جاهين. كريم جاهين نشر الفيديو دهوت وعلق عليه، قال: ماذا لو سمعتم كلامنا قبل هجوم الجيش الإسرائيلي؟ اتهمتونا بأننا صهاينة، قلتلكم قبل كده سلموا المختطفين وحافظوا على بلدكم وأهليكم وأبنائكم، قلتلكم تذكروا ما فعله الجيش الفرنسي عندما حشد الألمان قواتهم على مداخل باريس، وعلم الفرنسيون أن لا مجال للقتال وكسب المعركة، فهم سلموا باريس بشرط الحفاظ على سكانها وحضارتها ومبانيها ومتاحفها. قلتلكم اخرجوا من الانفاق حربوا كالرجال، اما تموتوا او تنتصروا، لكن لا تضحوا بسكان المدينة. وهذه النتيجة اللي احنا شفناها في الفيديو اللي هو نشره. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. ايضا كتب: لماذا لم يقرأ المنتخب المصري القرآن قبل مباراته مع المغرب؟ أخبرونا في كل الإعلام المصري أول أمس أن قراءة القرآن وقيام الليل تضمن لك ميدالية أولمبية، ولو كنت طالب ثانوي تضمن لك ترتيب على الجمهورية، بين قوسين الجمهورية الأزهرية. وتعالوا نشوف بقى دلوقتي دكتور وسيم يوسف قال إيه عن المرأة وآية اضربوهن. الله عز وجل أمرنا في المرأة الناجز ثلاثة أمور: أول شيء فعظوهن، يعني الكلمة الطيبة، يعني في نفس البيت أعظهن، ثم قال هجروهن، إذا ما اتعظت الهجران بمعنى أني ما أنام بنفس الغرفة اللي هي فيها. اضربوهن، الضرب هو الابتعاد عن المنزل، بمعنى أنام خارج المنزل، وليس معناه ضرب المرأة. المرأة ليست بهيمة وليست دابة، ولم يأتي بالمرأة من الشارع. من أعلم الناس بالقرآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء معه. هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أحد من زوجاته؟ هل أحد من الصحابة ضرب من زوجاته؟ هل أحد من التابعين ضرب زوجاته؟ ليه هم بس فهموا أن الضرب يقصد به الضرب؟ المرأة ليست دابة حتى تضرب. المرأة ما هي دابة إلا حتى تضرب. المرأة ليست، ما أتى بها من مرقص ولا ملها ليلي ولا من الشارع حتى تستعبد له يضربها. فليس معنى هنا الضرب بمعنى الضرب المبرح، بل واخرون يضربون في الأرض بمعنى الابتعاد عن المنزل، يعني نام خارج المنزل حتى تتعظ، وليس معناه الضرب. كل رجل يضرب الامرأة هذا إنسان بهيمة. لهذا أنا أقول دائما الرجل الذي يضرب زوجته من حق زوجته تضربه. ومن ناحية أخرى أمير كتب: الزمالك يفسح عقد لاعبه الأوغندي ترافيز متيابة. فمتيابة كأنه بيقول ليه كده يا زمالك، ده أنا أسلمت عشانك، معلش هو برضو طلعت بقرشين مش وحشين. مجدي كتب: متيابة اللاعب الأوغندي بعد ما أسلموه طردوه وفسخوا عقده، وفي الخبر حسبما علم في الجون فإن الزمالك فسخ تعاقده مع متيابة بالتراضي، وقام اللاعب الأوغندي بالتوقيع على مخالصة مالية وانتهت علاقته بالنادي الأبيض، وانضم متيابة للزمالك قادما من كامبالا سيتي الأوغندي، وشارك متيابة مع الزمالك في 11 مباراة منذ الانضمام في شهر يناير الماضي. تامر فراج كشف فضيحة في الإعلام، نشر الصورة ديت للاعبة فيراري والعربية فلسطين. السباحة الفلسطينية فاليري تارزي تفوز بالمركز الثاني في سباق 200 متر فردي في أولمبياد باريس 2024. تعالوا بقى نشوف حقيقة الخبر دهوت بيقول ايه. اللاعبة فاليري روز تارزي ما فازتش بأي ميدالية أولمبية ولا أي مركز في أولمبياد باريس، وكل تاريخها ينحصر في الفوز ببعض البطولات العربية فقط. أصل الحكاية أنها يوم 2 أغسطس طلعت التانية في مجرد أحد تصفيات المجموعات الخمسة عن المجموعة واحد، واللي هي بين قوسين التأهيل المبدئي، وحتى المجموعة بتاعتها كان فيها 3 لاعبات بس، في الغالب بيكونوا 8. هي كان في المجموعة بتاعتها 3 لاعبات بس، وترتيبها العام هو المركز قبل الأخير في المسابقة،
وهوب الميديا العربية بقدرة قادر أقامت الأفراح وعلقت الكهارب ونشرت الخبر على أن البطلة الفلسطينية فازت بالمركز الثاني في سباق 200 متر فردي متنوع بأولمبياد باريس. بالمناسبة سباق 200 متر فردي متنوع لسه خلصان من 4 ساعات بالظبط، وكنت بتابعه على الهواء مباشرة، وفازت بالميدالية الذهبية لعيبة كندا وحققت رقم أولمبي جديد، ثم الفضية لأمريكا والبرونزية لأستراليا. الرقم الأولمبي هو 2:07 تقريبا. أما أفضل رقم لفاريري ترزي هو 2:21 تقريبا، وده فرق شاسع في السباحة. ده مش تهكم عليها ولا هجوم شخصي، لكنه توضيح للأمور ووضعها في نصابها الصحيح. معلومة أخرى، فاليري روز ترزي من 25 مواطنة أمريكية الجنسية، مولودة في ولاية إلينوي وتحمل جنسية فلسطين من والديها أو جدودها الغزاوية الأصل، وأعتقد أن من اسمها أنها مسيحية، وربما أهلها تركوا نعيم وجنة غزة إلى أمريكا. المهم أنها اتولدت وعاشت عمرها كله وتعلمت وتربت في أمريكا، أتيحت لها الفرصة للتدريب وتعلم السباحة في أمريكا على يد مدربين أمريكان وبأموال الغرب الأمريكاوي، لكنها فضلت تلعب باسم فلسطين. هي حرة في اختيارها، لكن يا ترى لو كانت ما زالت عايشة في غزة تحت ظل الحكم الحمساوي، هل كانت هتقدر كامرأة انها تتعلم سباحة؟ هل كانوا في غزة هيسمحوا لها تلبس ملابس السباحة وتلعب وتمثل فلسطين؟ هل كانت هتلاقي اللي يقدر موهبتها في غزة او حتى الضفة؟ هل كانت هتلاقي منهم الدعم والتمويل، ولا التسفيه والاتهام بالعربدة ونشر الفحشاء؟ وهل كانت هتقدر تعيش وتتعايش مع سماحة وحلاوة حركة سماح الأول قولكم؟ والصراحة ربنا نجدها نوسة. الخبر والمصادر كما نشرته العربية ومرفق النتائج الصحيحة. سلامات يا ميديا يا عربية. تعالوا نشوف بقى، ادي الخبر اللي نشرته العربية فلسطين. السباحة الفلسطينية فاليري ترزي تفوز بالمركز الثاني في سباق 200 متر فردي في أولمبياد باريس 2024. ده الخبر المفبرك، والحقيقة بقى ادي النتائج. اول واحدة من كندا ب2:06، والتانية امريكا 2:06 برضو تقريبا، وادي التالتة استراليا 2:08. طبعا مفيش فيهم فاليري خالص، دي نتيجة نهائي سباق 200 متر متنوع فردي اليوم، الرقم الأولمبي الجديد 2:07 تقريبا. وأما بقى اللي نشرته الميديا العربية، حطت إندونيسيا أول واحدة 2:20 وشوية، وفاليري ترزي 2:20 وشوية برضو. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. دكتور خالد منتصر كتب: فضيحة كروية مدوية، نحتاج لثورة في المنظومة الرياضية، حساب مسؤول الرياضة في مصر فرض عين. الأولمبيات أزال آخر ورقة شجر. دكتور خالد منتصر كتب: منظومة الرياضة علم وإدارة واختيار كفاءة، ما حدث في الأولمبيات هو فشل علمي، فشل إداري، فشل صناعة واكتشاف وفرز المواهب. تامر فراج نشر الصورة الجميلة ديت وكتب عليها: البنت دي اسمها أريسا ترو، عمرها 14 وتعتبر أصغر متسابقة في أولمبياد باريس، وسابع أصغر لاعبة في التاريخ الأولمبي كله. المهم انها حصلت امبارح على اول ميدالية ذهبية اولمبية في رياضة السكيت بورد، ودي خامس ميدالية ذهبية في تاريخها. كل ده وهي لسه في تالت اعدادي، بمجهودها الشخصي ومجهود والديها اللي شجعوها، وبدون شغل ميديا ولا صعبانيات
ولا دخلت مسابقة مش من حقها تدخلها غصب واقتدار. بالعكس، كانت أنحف وأصغر وأقصر من معظم أقرانها في المسابقة وتغلبت عليهم كلهم. وكما قال الرجل العناب، البطولة مش بسهولة يا زميلي. المرة الجاية هبقى أحكي لكم عن العائلة الأولمبية جدا في الصورة المدرب تريفور وارد شايلها بعد الفوز، ونشر الصورة الجميلة دي ليها مع مدربة. قناة الغد نشرت صورة الصنوار وكتبت عليها صورة يحيى الصنوار الشهيرة وسط الدمار في غزة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية. أنور مالك كتب: سيسجل التاريخ أن يحيى الصنوار شخص استثنائي بمعنى الكلمة، فقد كان على يديه النهايات الخمسة. إيه هي بقى النهايات الخمسة؟ 1 نهاية قطاع غزة، 2 نهاية كتائب القسام، 3 نهاية حماس، 4 نهاية تنظيم الإخوان، 5 وأخيرا نهاية السنواريين. والأيام بيننا سجال. العربية: رئيس الوزراء المؤقت محمد يونس يصل إلى عاصمة بنجلاديش لقيادة الحكومة الانتقالية. منوعات نشرت نجاة تايلور سويفت من محاولة اغتيال كانت ستنفذ خلال حفلها. رسالة وزير الأمن الإسرائيلي لأهل لبنان: أيها أهل لبنان، اتخذت إيران الشيعية وتوابعها على رأسها حزب الله لبنان وأهلها رهائن في خدمة مصالحهم الطائفية المذهبية الضيقة. تهدف دولة إسرائيل إلى السكون والازدهار والاستقرار على الحدود الشمالية من الجانبين، وبالتالي لا تفسح بتاتا المجال لميليشيا حزب الله لضعضعة الاستقرار على الحدود وفي المنطقة. إذا استمر حزب الله في عدوانه حاربته إسرائيل حربا شديدة للغاية. اذكروا ندامة حسن نصر الله على المغامرة الخطيرة غير المحسوبة التي خاضها في شهر آب 2006، فاعتبروا لكي لا تخوضوا مغامرة بدون روية في آب 2024. من لعب بالنار يبشر بالدمار. وزير الأمن يؤاب جالنت، تهديد واضح. العربية: ترامب يتقدم على هاريس بنقطتين ويوسع الفارق في الملف الاقتصادي. عمرو فهمي كتب: كرتونة البيض على الدي ام سي ب 90 جنيه، وعلى الحياة ب 85 جنيه، وعلى السي بي سي ب 80 جنيه، وعلى الاون ب 75 جنيه، أما في مبابة بقى ب 170 جنيه. أحمد موسى: نص دستة أهداف مغربية في مرمى منتخب مصر، منظومة رياضية فاشلة، الجماهير لا تستحق ما جرى لها من البعثة المصرية المشاركة بعدد 146 لاعب ولاعبة وإنفاق 1.25 مليار جنيه والحصيلة ميدالية برونزية. فشل كبير وصفر كبير، واجب المحاسبة والحساب وقرارات عاجلة لرد اعتبار الرياضة في مصر التي تستحق الأفضل. شكرا ميكالي وجهاز ولاعبي المنتخب، أدوا ما عليهم رغم التحديات التي واجهوها. ميكالي لا يملك لاعبين أساسيين ولا احتياطي، المنظومة الرياضية كلها فشلت فشلا ذريع. ونشر مهند محمد الصورة ديت: سر البركة في السجود، عودة منتخب الساجدين للملاعب، فعادة الانتصارات من قلب فرنسا في أولمبياد باريس. وكتب عليها: 6-0، دي نتيجة الدروشة. شريف رسمي كتب: مصر أعرق دولة عربية وأفريقية ومن أقدم دول العالم في المشاركات الرياضية، يجي علينا اليوم اللي نتسول قناة تلفزيونية مفتوحة في أي دولة عربية أو أفريقية عشان نتابع بطولة أو حتى ماتش كورة؟ الغريب أن مواقعنا الإخبارية وقنواتنا الرياضية والغير رياضية
بيتنافسوا في نشر ترددات القنوات الناقلة بدل ما يتنافسوا في نقل هذه البطولات على قنواتهم بشرف وكرامة. جعلتونا أضحوكة ومحل سخرية شعوب ودول كل تاريخهم كام سنة. دكتور خالد منتصر كتب: النهاردة كنت في مكتب البريد ببعت كتاب لأصدقائي في أستراليا، وإذا فجأة يأتي من كان خلفي في الطابور ليقف إلى جانبي ويراقبني وأنا أكتب معلوماتي ورقم تليفوني، ويشاركني الحوار مع موظف البريد ويتدخل بلزوجة. نظرت إليه قلت له: إن ما كانش فيها إساءة أدب مني، يعني هو الطابور بيبقى بالطول ولا بالعرض؟ فقال له: مش فاهم حضرتك بتقول إيه. فقال له: يعني حضرتك واقف جنبي ليه وقاعد بتبص على العنوان ورقم التليفون بمناسبة إيه؟ فرد علي بأعجب إجابة: أصل أنا مستعجل. قلت له: طب ووقوفك جنبي هيعمل إيه في استعجالك؟ هيقلقني مثلا فسيب الظرف وامشي يعني؟ في النهاية الرجل المحترم مش فاهم أنا متضايق ليه ولا واصله إن ده سلوك غلط، والمصيبة إنه موظف في بنك له حيثية. المشكلة إن ده بلاقيه بيتكرر أمام ماكينات الاي تي ام وفي طوابير البنوك وفي الميكروباص، واللي جنبك عينه في الموبايل بتاعك، بشوفه كمان في المترو لما اللي جنبك يعلي صوت الموبايل وهو بيسمع أغنية ولا جلسة وعظ ولازم يسمعها لك غصب عنك، ولا اللي يعلق ميكروفون الجامع على بلكونتك إلى آخره. الناس في مصر لا تعترف بحاجة اسمها المساحة الشخصية للبني آدم، أنت مستباح للكل. مستشار أحمد عبد ماهر كتب: منتخب مصر لكرة القدم يخسر أمام المغرب 6-0 ليثبت أن كل شيء صار في اضمحلال ما عدا أسعار السلع. تعالوا نشوف بقى معجزة للسيدة العذراء مريم بمناسبة صومها. حدث بالفعل: أنا سيدة متزوجة من 23 سنة ولم أنجب أطفال، وبعد زواجي بسنة شعرت بتعب، وعند ذهابي للطبيب وهو الدكتور ماهر صادق لطف الله أخصائي مسالك بولية، وهذا التعب الذي كنت أشعر به هو درجة حرارة عالية مع نزول كمية من الصديد بدلا من الدورة الشهرية، وعندما أجرى الدكتور الكشف عليا قال لي اني محتاجة الى عملية جراحية لاستئصال كيس كبير على المبيض. الحقيقة اني كنت خايفة من فكرة العملية، ولكن كان التعب بيزيد، فذهبت الى الدكتور مسيحة جرجس اخصائي امراض نساء وعيادته بشارع شبرا، وعندما اجرى الكشف عليا قال لازم العملية تتعمل في اسرع وقت لاني كنت وصلت لاشد حالات التعب مع نزول الصديد باستمرار وارتفاع في درجة الحرارة، وكنت لا أنام بالليل ولا بالنهار. ودخلت المستشفى وعملت العملية، وقرر الدكتور أنه استأصل المبيض اليمين لوجود تكيسات شديدة عليه مع كمية كبيرة من الالتصاقات، وترك المبيض الشمال. ومنذ ذلك الوقت وأنا أعاني من عدم نزول الدورة الشهرية مع الأعراض، وهي سخونة في الرأس باستمرار. وخلال هذه الفترة كنت مع بعض الدكاترة اللي كتبوا لي على بعض الهرمونات وقالوا انها ليست بها اي اضرار، وكنت اتناول على مدى كل هذه الفترة، وفي بعض الفترات انقطعت عن تناولها على مدى 18 سنة. وفي الفترة الماضية في شهر سبتمبر 2005 نزل بعض الدم مني، ذهبت للدكتور ميشيل عزيز اخصائي امراض النساء بمستشفى الراعي الصالح، وقرر عمل السونار لانه بيشك بوجود اورام، لانه قال نزول دم في هذه السن خطر. بالفعل عمل السونار وقال لي انه في اورام على المبيض والرحم غير سليم، وعموما لازم نستأصل الرحم والمبيض في اسرع وقت لانه في المراحل المبكرة، وطلب مني بعض التحاليل بعد المعامل بالمهندسين. بعد ذلك ذهبت الى دكتور اخر وهو الدكتور ملاك محارب اللي عيادته بشارع رمسيس. بعد الكشف علي قرر عمل أشعة مقطعية على البطن كلها مع عمل تحليل دلائل أورام CA125، وبالفعل ذهبت وعملنا كل هذه التحاليل بما فيها تحاليل الدكتور ميشيل عزيز، وصليت كتير للعذراء أم النور
ورحت لها كنيسة العذراء في الزيتون، قلت لها يا أم النور عندك معجزات كتير عملتيها مع ناس كتير، أنا بنتك ما تتركنيش. وصليت للبابا كرولوس وأبو سيفين، ودهنت من زيت أبو سيفين وشربت منه، والعذراء أرشدتني أذهب لدكتور آخر. ذهبت إلى الدكتور عمر الحسيني اللي عيادته بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة، وأخدت كل الأشعاعات والتحاليل، وقال تعالي أكشف عليكي، وفعلا كشف عليا بالسونار لفترة طويلة وقال لي إني كويسة، الرحم مفيش فيه حاجة، سليم والدم متدفق فيه كويس، والمبيض عليه كيس، وده شيء عادي عند كل سيدة ومفيش مشاكل، وإنني مش محتاجة عملية ولا حاجة. ومجدت رب المجد يسوع على اللي عمله معاي، وأم النور مدت إيدها ليا في محنتي وشافتني والبابا كرولوس وأبو سيفين. فعلا عجيب أنت يا رب في قديسيك، والمجد لله دائما أبديا آمين. إذا عجبكم الفيديو ليت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.